مع الأوضاع والأزمة اللي سائدة بالبلد، نحن عم نتابع نجرب هيك نعالج قد ما فينا من هالأوضاع مع السيدة سليمة بستاني ودكتور دانيال غول، رؤساء مراكز الشوف الأعلى دير القمر والمتن الأول بأنطلياس. أهلا وسهلا فيكم. بدي أخذ منكم هيك بريف يعني سريع عن الأوضاع، عن المتطوعين، عن عملكم وحاجاتكم. تفضل. أنا سليمة الشوف الأعلى. نحن بالمنطقة عنا بشكل أساسي الخدمات الاجتماعية، يعني مساعدة الأشخاص اللي هن بحاجة لمعونة أن كان غذائية أو تدفئة أو حتى الأمر المرضية، في مستوصف بدير القمر كمان بيوفر كل الحاجات الطبية، وأكيد بشكل أساسي الصيدلة لأنه الأدوية هي حاجة كتير كبيرة، هي أكبر مشكلة. صحيح. لا سيما عند اللي بنسميهم ترازيام آج، يعني أصحاب العمر الثالث. فهيدا بشكل أساسي الحاجات اللي عم نجرب نغطيها يعني، والخدمات اللي هي متوفرة. في خدمات كمان علاج النطق الأورتوفوني، وبشكل عام بنجرب يعني شو الحاجة يلي عم بيعبر عنها الشخص، بنجرب إذا حتى لو نحن ما عنا إياها نجرب نعمل إحالة للجمعيات يلي بتقدر تأمل هيدا الشيء كمان. يعني في تعاون، في تعاون مع الجمعيات، وهيدي شغلة نعم. بفتكر مهمة كتير. دكتور دانيال، الوضع تقريبا يعني نفسه، ونحن بنعرف إنه الأقسام تقريبا بتجربوا تأمنوا نفس الأشياء بكل المناطق، بس بعرف إنه عندكم حاجة بالمتطوعين، بدي أقول عنها هيك بالأول. نحن حالتنا غير عن إقليمنا. إقليمنا بالجبل، نحن إقليمنا ساحلي، نحن منبلش من نهر الموت ومنخلص قبل بكفية شوي، سو إقليم واسع وكله ساحل، وموجود فيه ناس من كل الطبقات أكيد. نحن بحاجة والطوايف يعني هيدا لازم نوضحها دايما، ما عنا تفرقة أكيد، لو بون ساماريتان لا شاف لا سألوا مين أنت ولا من وين أنت. نحن مين بدق بابنا عنا مودارد، مين بدق بابنا نحن موجودين كرماله منساعده. عنا أسيستان سوسيال بتعمل أنكيت لكل واحد طلب مساعدة. هلأ ليش نحن بحاجة لمتطوعين؟ دايما بحاجة. أول شيء تنجدد الدم كما بيقولوا، نحن منكبر تيجي ورانا ناس يكفوا على خطى كاريتاس. تاني شغلة كتير ضروري إنه نحن بتضيع، لأنه اللبناني بطبعه ما بحب يطلب، بقى نحن مفروض نكون قدامه، وكاريتاس بتشتغل بالسكت، بتروح مهم بتجيب الفرح على البيوت، مش مهم بس أكل وشرب ودواء، مهم الوجود، مهم أنه تتعاطى مع الناس. سو التطوع كتير ضروري. وأنا عندي بإقليمي موجود 42 رعية، بقى إذا بتشوف هالحالات اللي عم بيمروا معكم كل هالنهار بكل رعية، نحن منعرف حوالينا في كذا حالة، يعني تخيل قديه كاريتاس موجودة على لبنان كله. التطوع شيء ضروري، والتطوع بيعطي فرح، لأنه وقت بتشتغلي مع الآخر، بتشتغلي بالسوسيال، بتحسي هيدا هو الفرح المضبوط. يعني أي كان الاختصاص، أو مش ضروري حتى يعني يكون أبداً. في اختصاص يمكن طلاب الجامعة مثل ما شفنا الشبيبة الصبح. صحيح. أو أي ست بيت هيك بتحب تعطي شوية من وقتها، يعني اليوم المساعدة هي مساعدة معنوية كمان. 100%. أنا تقليك نحن بتربيتنا، نحن اللبنانية بتربيتنا، نحن منساعد اللي حدنا، منشوف عائلة بدون ما نكون لا بكاريتاس ولا بغير منظمة، منشوف حدا حدنا بحاجة، بتشوف الجيران التموا يشوفوا يساعدوا. يعني كيف بالأحرى إذا وكاناليز، إذا منحط كل مجهودنا بخط واحد يلي هو خط كاريتاس، لأنه كاريتاس محبة مثل ما بتعرفي. هيدا هو الفرح يلي بيعبي حياة الإنسان خصوصا المسيحي. سيد سليمة، كمان حضرتكم بحاجة لمتطوعين، وكيف الوضع هيك فوق بالجبل؟ قديه الناس عن جد بيلتموا لألكن، وأنتوا قديشكن لكل الناس موجودين؟ على مستوى الشبيبة عنا تطوع يعني مش عاطل أبدا، تقريبا عنا 60 متطوع من الشبيبة، وهيدي شغلة كتير مهمة، وعم بيصير عم بيزيد لأنه شبيبتنا عم تبرم على المناطق وعلى الضياع، عم تعرف عن حالة، عم تعمل نشاط للولاد، وعم ينضم لألهم شباب بهالضياع اللي عم بيروحوا عليه لأنه عم بيحبوا رسالة كاريتاس. على مستوى من عمرنا المتطوعين، ستات أو رجال أو شيء، عنا كتير مساعدة، يعني مثل ما بيقولوا عونة، يعني أي نشاط بنعمله لا كاريتاس، في عنا 3/4 الأشخاص اللي بيشتغلوا معنا هن ناس بيجوا بيتطوعوا معنا لحتى يقيموا معنا بالمشروع. أكيد شو في تطوع ومتطوعين، بتكون الغاية وبتكون رسالة كاريتاس عم توصل أكتر وأكتر. كمان الموضوع هو موضوع استمرارية دكتور، يعني اليوم أكيد في كتير ناس هيك
أنيين خلينا نقول، يعني بيكونوا بحالة معينة، وهالحالات اللي عم نشوفها اليوم كمان أنا وزميلي ألا عم بيكونوا بحاجة لمساعدات إن كان عمليات جراحية وغيره. بس الصعب هو دوام هالمساعدات، يعني يمكن هون الصعوبة. 100% أنا هيك كنت بدي أقوله. نحن كاريتاس صار لفوق 45 سنة، أنا شخصيا صار لي 17 سنة بكاريتاس. دائما وقت بصير في أزمات بنعمل خلية للأزمة. سو نحن كإقليم عنا داتا بيز مين بنساعد، عنا أسيستنت سوسيال بتبرم بتشوف هيدي بالحالات الطبيعية. بس وقت بصير في أزمة مثل هلأ فيها الطبقة الوسطى يلي فقرت فرد مرة، لأنه رب العمل رب البيت ما بقى عم بيشتغل أو نص معاش، أولاده ما عم بيقدر يدفع لهم قسطهم، يعني هول نحن صرنا حدهم أكتر. عشان هيك هلأ كاريتاس عم تغلي قدي فيها، عشان هيك نحن بحاجة أول شيء لمتطوعين لمحسنين، ونحن موجودين كل واحد بيدق بابه عنا أهلا وسهلا فيه ونحن قدامه. ونحن اليوم عم بدق بابنا كتار بهالحلقة هيدي. بدي أشكركم سيدة سليمة بستاني دكتور دانيال غول. رح أنتقل لعند زميلي ألا لحتى نشوف مين متوجه لعنا هلأ بالدكواني مركز كاريتاس. ألا نعم رانيا، في حالة صراحة معنوياتها كتير عالية رغم أنه عم تواجه داء السرطان وحياتها مهددة بالخطر، وإنما بعدها هي مناضلة، وللأسف في اشياء فيها تتجنبها ولكن ما عم تقدر تدفع حق الدواء، لانه بتعرفوا اليوم في كثير عائلات مش قادرين يجيبوا ربطه خبز، شو يعني لو الدواء لداء السرطان. كمان مش حي لسرطان، اول سرطان اللي اصابها هو سرطان الثدي يلي قامت العمليه، واليوم هي شجاعه جدا تكون معنا وتخبرنا وضعها الخاص، وحاليا عم تواجه سرطان ثاني تحت الغده. نعم الحنجره. حنجره. أول شيء شو هالشجاعة عليك بالعادة رح مجتمعنا سرطان الثدي أو خلاص ما نحكي عنه، أنت اليوم جاي تقول لا أنا اليوم عم بحكي عنه، أنا بس بدي علاجاتي لأقدر أكمل حياتي. أنا بدي علاجاتي لأقدر أكمل حياتي. بالنهاية مثل ما حضرتك قلت أنه حق ربطة الخبز فعلا ما في حدا إنسان يقدر يأمنها، بين 5 أولاد أشغل ما في، مع أنه هني صبايا، يعني أنا عندي 4 بنات صبي، عندي 4 بنات وشاب، بس ما عم بيقدروا يلاقوا شغل. جوزي لحاله عم بيشتغل، وبالوقت زيته بين أجار البيت وبين الأكل والشرب ما عم يقدر يلحق لي حق الدواء صراحة. حق الدواء قلتي لي مدام؟ هلأ هو مش بس لحاله، في 3 معه، بس في دواء حقه 100,000. 100,000، هل 100,000 شو بتساعدك؟ أنه ما يرجع يعاود الكانسر بالنسبة لصدري، لأنه هي أنثى ال 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 نوع أنثى. وبالنسبة للكونسر هاي بعد ما عملت لها أنا فحوصات، ما معي مصاري صراحة، ما معي مصاري. يعني اللي عم يسمعنا معلش، جرأة مدام معلوف أنه تيجي لليوم وتحكينا وتحكينا عن مرض هو مش عيب كمان، ولكن بتعرفوا مجتمعنا أوقات بيحط إشياء تابويات وبيصير بنصير نستحي منه، بالعكس اللي لازم نحكي بيه صراحة. بحاجة لنجيب لها الأدوية، بحاجة نأمن لها أدوية السرطان كرمال ما يرجع يعاود في نفس المكان، وبدنا كمان نأمن لها أنه تروح عند دكتور مختص في هذه الأمور، نشخص هذه الحالة، إذا في بعيد الشر كونسير تاني أنه نقدر نبلش عيادة في وقت مبكر ونقدر نحارب هذا أثر هالمرض. أنت قلتي لي أنت اللي عم تعيلي عائلتي كلها، أنت الوحيدة اللي بي جوزي. نعم. بيو نعم. بيو ولادي بس لحاله عم بيشتغل، يعني أنجا ويلو يدبر أجار البيت، ويلو يدبر الأكل، ويلو يدبر الشرب، ويلو يدبرني أنا مش لما أروح. مش وحدك أنت، مش وحدك، مش وحدك. أوكي بعتذر بس الدمعة بتخون. لا سوري. أنت معنا، أنت معنا، وأنا مبسوطين كتير أنه أنت موجودة معنا. عرفت. وهلأ عندي ابن بنتي بعدني كنت عم بحكي يا بيون بيو ترك نوفل، وانا ما معي حق احفظ اطفالي. كمان انت عم تعيلي، انت التيتا، يعني انت عم تعيلي كل العائله. انت ست التيتا الصالحه رغم كل اوجاعك، عم تحكي عن اهلك، عم تحكي عن اولادك، عم تفكري بس باولادك، لذلك قويه حدهم. اي اكيد، لانه اذا ما شافوا هن العمود الكبير اللي هو انا قويه، هن بيوقعوا، هن صغار كثير قويه، هن كراسي صغار بيتكسروا. من الله، من الله، من الله اللي خلقك وخلقني وحطيت هالروح فيي وعطاني هالمرض ليقدر يعيشني ليقدر احكي معكم. شكرا. سوري. قوية كثير. بس بدي نعم. لكن انا بفتكر الدواء، بفتكر نحن نتبنى 3 ادوية. 3 ادوية قديش بكلفوا كلهم؟
بالمئتين ألف. مئتين ألف كل. إيه بس واحد إيه في واحد مية. نعم. واحد هيك متنوعين يعني أبو 25 10 15. أبو عبد المئتين ألف. نحن كمان حتبنى أدويتك في الأشهر المقبلة. لانه في كثير ناس حابين يوقفوا حدك لذلك هالعمود اللي عم تحكي عنه ولادك يطلعوا فيك بالعالي ويقولوا انه تيتا او الماما قوية. ايه انا بوجودكم قوية وبوجود الله اول شيء قوية وبوجودكم انتم قويين لانه العالم اللي مثلكم هن اللي بيعطوني دعم وهن اللي بيخلوني الحيط اللي انا اسند ظهري عليه. شكرا شكرا. اما نالك دواء على مدة سنة واكثر. اوكي شكرا الله نشكر الله ان شاء الله هذا الشيء يعطيك امل ضلك قويه قدام عائلتك. ما تعطلي اهم شيء خلص ما تعطلي اهم شيء. ثانك يو. راح ما فيش منك تيتا معلوف خليك قويه قدام اولادك. اكيد مليون بالميه لانه اذا انا وقعت هني راحوا وانا ما بدي البنات يروحوا. هني بنات منهم شباب بنات يعني صبايا مثلك مثلهم بس اصغر وحده عمرها 16 سنه. طلع شكرا. لا ابدا لا بس انا ما معي ضغط ما معي. احنا معنا كل معلوماتك بس رح يصير معي بهال الاشياء. انا فخوره كثير بحالك قديش قويه. اوكي أكيد. لكن نتامن الدواء ورح نجرب قد ما فينا كمان امن اشياء صغيره لحسلكم كمان وضعكم بالبيت. رانيا يعني بصراحه انه خلينا نختصر نرجع لعندك هلا رح نستمر في تواصل مع طبعا مع هذه الحالات. ما بعد الظهر حيكون عندنا كمان ترميم منزلين كمان هذه مهمه لمسنين عايشين فيه يعني مستمرين ومتواصلين في هذا النقل المباشر وبهذا البرنامج الخاص يلي طبعا بالتعاون مع كاريتاس عم نقدر نحقق بعض الامور عم نغير اشياء صغيره بحياه شخص بنلاقي لهم اشياء كثير كبيره. شكرا لك على اكيد ارقامنا كلها عم تمرق على الشاشه واكيد كل العناوين موجوده لحتى تقدروا تساعدونا مساعدات كثيره. بعد شوي هيك رح نقول لكم قد ايه تقريبا صرنا مجمعين بهالقسم الاول من حلقتنا نحن وكاريتاس وبصرني استقبل المطران ميشيل عون المشرف عن كاريتاس لبنان. اهلا وسهلا فيك سيدنا. اهلا فيك ست رانيا. شكرا لوجودك معنا اولا وحضرتك هيك بدك تعطينا شوي فكره بعد من عندك. اولا شكرا لكم لانه خصصتوا كل هالوقت على الام تي في لكاريتاس لانه حقيقه كاريتاس تستاهل كل دعم وبتقدر تقوم برسالتها اكثر اذا كان الشعب اللبناني وكل اللي مؤمنين برساله كاريتاس والرساله الانسانيه عامه عم بيدعموها. أنا مشرف على رابطة كاريتاس لبنان باسم سيدنا البطرك بكونه رئيس مجلس البطاركي والأسقفي الكاثوليك بلبنان وبالتالي كاريتاس هي جهاز الكنيسة المشترك يعني الكنيسة الكاثوليكية عامة بكل طوائفها للعمل الإنساني ولذلك اللي بيشرف على عمل كاريتاس هو مجلس البطاركي والأسقفي وأنا إشرافي باسم رئيس هالمجلس اللي هو سيدنا البطرك الراعي فإذن الإشراف يقوم على أنه يتأمن دايماً التواصل وبيصهر المطران بأنه الرسالة اللي عم بتقوم فيها كاريتاس من خلال الجهاز تبعها مجلسها ومكتبها لغاية اليوم لحتى أنه أمينة للقوانين تبعها وأمينة لرسالة الكنيسة وكمان ليكون في تواصل بين الكاريتاس والمطرين بمختلف الأقاليم مطرح ما موجودة كاريتاس من هون أهمية أنه دائما يكون في سهر يعني أنا دائما حاضر باجتماع المجلس تبع كاريتاس بطلع عليهم أقله مرة بالشهر ولكن أكيد كل ما تدعو الحاجة بيتصلوا فيي بكون عم بمروا عم بطلع وكمان بالجمعية العمومية اللي بترأسها اللي فيها بيصير في عرض على رسالة كاريتاس ومالية كاريتاس لحتى يكون أعضاء المجلس اللي هن كلهم أعضاء بالجمعية العمومية عم بيعطوا موافقتهم على عمل كاريتاس لتقدر تستمر أكثر الاستمرارية دائمة. نحن بنعرف أنه أوقات بيتغير الرئيس أوقات بيتغير رئيس قسم أو غيره ولكن الروحية والمهمة أكيد. هي دائمة وثابتة قد يعني بتكمل هالرسالة بشكل عن جد فيه استمرارية هي دائما فيها استمرارية بس أنا بقول استمراريتها أكثر بقدر ما كل الشعب
اللبناني وخاصة المسيحي، يعني اللي هو مره أن يكون عم يدعم كاريتاس لتقدر تقوم بكل المشاريع اللي عم تعملها بكل المناطق اللبنانية. نحن فكرنا أو كنا نفكر أنه كاريتاس هي فقط إذا أنا مثلا محتاج لمساعدة بدق باب كاريتاس، أكيد هالباب موجود ولكن هو منه الأساسي، لأنه دور كاريتاس أنه تكون عم تعمل مشاريع بالمناطق بالضياع بالأرياف لتكون عم بتعزز الحضور بالمناطق وتثبت الإنسان بأرضه. لذلك لما بتدعم مشاريع من هالنوع معناتها بتكون عم بتساهم بأنه يكون في إنماء بقلب المناطق، وهون دائما في تعاون بين كاريتاس مع البلديات، حتى البرامج اللي بتجي من برا عندها الهدف أنه تكون عم بتنمي لتقدر تثبت أبنائنا بمناطقهم. أكيد هالشي منه بالأمر السهل لأنه هيدا مشروع طويل عريض ومتشعب، يعني متشعب بكل لبنان بكل مناطق لبنان. نحن يعني اليوم زرنا المطبخ تحت ونحن عنا هلأ ضيوف كمان بالمطبخ وعلى الغداء، وحضرتك كمان موجود معنا. بدنا هيك ندعيك انه ننزل هلأ سوا على المطبخ ونشوف أكيد. ضيوفنا يلي يحبوا انه يشاركونا اليوم. تفضل سيدنا، رح نتابع حديثنا اكيد نحن وياك، ولكن وبعدنا على الهواء اكيد. تفضل. ولكن بدنا نشوف نحن كمان كيف كل الناس وكل المشاهير وكل شخص وألا يلي صار معنا هون كمان حابين انه يكونوا مرافقيننا على الغداء اليوم. وبدنا ندعي كل الناس كمان يلي حابين هيك يعملوا ديليفري بنهار الاحد بعد على الهواء. ايه من مطبخ ايه بعد على الهواء اكيد الا من مطبخ كاريتاس يلي مثل خليه النحل، بس خليني اقول اليوم حلو التعبير عفوا سيدنا اكيد، ومع كبار السن ومع اصدقائنا الممثلين مع احلى عالم الاحبه توني عيسى ونيكولا مزهر. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لمجيئكم، كيفكم؟ شكرا لمجيئكم، ثانك يو. صحتين صحتين جميعا، الله يخليكم، تفضلوا. ثانك يو انك جيت، ميرسي لكم. شعور ليوسف عن جد انه كلنا مجموعين مع بعض عن جد مع هيدي الا مثل ما بيقولوا هيدي واجباتنا، واجبات كل حدا لبناني اصيل بهمه بلده بهمه الشعب وبهمه هالناس الطيبة ليخدمه ويوقف حده. نحن جاهزين بأي وقت اللي كان وأي ساعة اللي بيتصلوا فينا وبيقولوا لنا نحن لحاجة إنسانية أو لعمل إنساني نحن دايما موجودين، لأنه الإنسان كائن من كان هو إنسان هو خي لازم نحافظ عليه ويكون قراب منه. ومرسي للإم تي في على هالنهار المميز، واليوم نهار حلو لازم كل واحد يعيش هالتجربة. ميرسي لاستقبالكم عن جد، انا بناخذ روح حلوة منكم وان شاء الله بضلوا في صحتكم ضل هالمؤسسة. ميرسي، الله يخليكي، ان شاء الله بتضل هالمؤسسة اليوم. هيدي بركة ان نكون موجودين مع اهلنا هون عم نتغدى معهم اليوم. هيدا احلى غدا بفتكر رح يكون. سيدنا بدنا اياك هيك تباركنا وتبارك الاكل. شو لكان بركة ربنا دايما معكم ومع اللي عم يشتغلوا بكاريتاس. وهي مناسبة لحتى اكون عم بشكر رئيس كاريتاس ابونا بول ودكتورة ريتا المديرة وكل مدراء الاقسام والبرامج وكل العاملين في كاريتاس وخصوصا المتطوعين من الشباب والصبايا اللي بكل فرح وحماس عم بيخلوا رسالة كاريتاس هالقد قريبة من الناس. عرفت انه عازمينا على الغدا ما هيك؟ أكيد. نتغدى نحن وياكم. شو الغدا؟ شكرا لك سيدنا، بارك لنا هيك تن يا رب بارك هالطعام، بارك اللي قعدوه، وبارك كل اللي بيشتركوا برسالة كاريتاس. وعلمنا نشارك المحتاجين خبزنا وفرحنا. إلك المجد إلى الأبد. أمين. أمين. شكرا لك سيدنا، شكرا لكل الناس اللي عم يتصلوا فينا. نحن ما انتهت حلقتنا هون، نحن انتهى بس القسم الأول، والأرقام رح بتتابع معكم على الشاشة، رح منرجع لكم على الساعة 4:15 تقريبا. خليكم معنا، شكراً.